كرة القدم. السنة اللي قال دي مدرسة فأوروبا الدوري تعيش معاه اتفرج بقى على الأستاذة تحليل خطير مش أي كلام مع ميدو سيف وحزم إمام يعني الموضوع ما فيهوش هزار ستارز أوف فانتسي يلا مساء الخير، حلقة جديدة من ستارز اوف فانتسي، والنهاردة لقاء جديد العالمي مع الثعلب. النهاردة ميدو حاطط على حازم تماما، اكن حازم ابيض ما جاش. ميدو النهاردة بيعود لامجاده، بيتفوق على حازم بشكل كبير جدا، 69 نقطة مقابل 38 نقطة لحازم. يعني ميدو بيعبر عن نفسه، بيثبت لنا النهاردة ان هو مدير فني كبير، وان هو كان موجود في لندن فعلا، احترف في الدوري الانجليزي. احنا كنا ابتدينا نشك ان اصلا ميدو كان بيلعب كورة، ولكن حازم النهاردة هيبقى في موقف محرج، هيجي النهاردة خجلان، أكيد موضوع الغرور بقى والحاجات اللي كان بيعملها دي، بصراحة كده ميدو حط عليه النهاردة، وده اللي كنا بنسعى له، وده اللي كنا بنتمناه. لقاءات الأسبوع اللي فاتت لقاءات الحقيقة من العيار ثقيل، مانشستر سيتي عمل أعلى نتيجة في تاريخه على واتفورد وكسب 8-0، وده اللي هنعرفه مع ميدو حازم برضو، وهنعرف اللقاءات القادمة، هنعرف كل واحد هيختار فريقه إزاي، ممكن يغير إيه، بيفكروا الاتنين في إيه، هل ميدو هيستغل صحوته دي ويفوق الأسبوع الجاي بشكل كبير، هل حازم هيستعين بأصدقائه، لأن حازم مش دماغه، ده هو بيستعين بمجموعة من صحابه بتلعب اللعبة دي، فبيبتدي يقول لنا إن هو فاهم، ودي الحقيقة مش حقيقة. دي نتائج الأسبوع الماضي، وكمان هيكون معنا لقاءات الجولة السابعة وتوقعات ميدو وحازم في الجولة السابعة. شيفيلد، ليفربول، أستون فيلا، برينلي، بورنموث، ويست هام، تشيلسي، برايتون، وهيكون كمان نشوف التوقعات. ميدو دايما بيتفوق في حتة التوقعات دي على حازم، ولكن ما بنحسبهاش، احنا بنشوف الدنيا بالنسبة لهم ماشية ازاي. ستارز اوف فانتسي برنامج برعاية زد ونانو سيل من ال جي. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل ميدو حازم فيس تو فيس، فيس تو فيس، هيد تو هيد، وهنشوف هيعملوا بعد ايه. النهارده ميدو عايش اللحظة قوي قوي، هنشوف ميدو جديد بعد الفاصل. أنا وميدو بعد ما سيف خلع مننا وقدم بس عمل الانترو الأولاني وقال حاجات كتير جدا، ومعاه طبعا أنا وميدو. ميدو مساء الخير. مساء الخير يا حسن، مبروك الأول على الماتش. الله يبارك فيه. أسوان إن شاء الله درجة حركة كام؟ ها؟ ماتش درجة حركة كام في أسوان؟ 44. يعني أنت رحت أسوان وطلعت من أسوان على ميلانو وبعدين جيت لنا النهاردة الحمد لله. والله عامل شغل جامد. وشغل عالي. إن شاء الله كنت الوحيد المصري في ذا بيست. أو لا مش الوحيد يعني. اللعيب يعني. يعني. كان في كابتن هاني أبو ريدة وكان في عمرو الجنايني، لكن أنت كنت موجود هناك. وكانت حفله جميله، حفله جميله جدا جدا، والتنظيم زي العاده يعني جميله جدا يعني. طيب خلينا هنتكلم على بس طبعا، لكن ايه فايق الاسبوع ده؟ والله انا قلت لك الاسبوع اللي فات، قلت لك انا هسيب لك الاسبوع ده لانك سبت عليا. والله بص يا زملاء، والله العظيم سبت عليا شكلي وحش. بجد شكلي وحش. انا سعدت عليا والله. انا فاكر الاسبوع اللي فات ابتديت ارجع تاني، وعملنا الفريق، ظبطنا الفريق. والاسبوع ده 69 نقطه. مين بقى؟ قولي الاسامي كده، جابت كام نقطه؟ طبعا نقول للناس التشكيل 69 رقم كبير ده. الاسبوع ده اللي فات ده من اوحش الاسابيع ليا. هو رقم كبير بالنسبه لنا، بس في ناس بالكميات. لا بس الاسبوع ده في ناس كتير قوي عملت وحش جدا جدا. لانه كان اسبوع صعب. انجوس جانت من ساوثهامبتون من حراسه المرمى، وفيلمز من نيوكاسل كلين شيت جاب 6 نقط، ماتيب من ليفربول جاب نقطتين، سيونجو من ليستر، من ليستر سيتي جاب نقطتين، دي بروينا فرق معاك طبعا. طبعا 34 نقطه كابتن يا ابن اللذينه، كابتنين دي بروينا ده جاب جون وعمل جونين. فيجن عالي، فيجن عالي، فيجن عالي. مين صباح الخير. وسون توتنهام 5 نقط، عمل اسيست. صلاح اسيست برده 5 نقط، وايوبي من ايفرتون نقطه، فيرمينيو 9 نقط، ابراهام من تشيلسي نقطتين، وبارنز من بيرنلي نقطتين.
انا الاسبوع ده كنت وحش قوي الاسبوع ده. المشكله عارف ايه بقى؟ ان انت دلوقتي معظم ماتشات البريمير ليج ما بقتش فيها كلين شيت خالص، يعني يمكن نيوكاسل ده الوحيد اللي اتعمل فيه كلين شيت. انت بقى إيه كل الماتش يعني اديان كان ماشي كويس، راح لابس جون بتاع كانتي، الجون الغريب ده اللي كانت عمر بيشوط، راح فجاه اللي حاططنا في المقص، فضيع مني اديان النقط بتاعته، وضيع من الكسندر النقط بتاعته. الكسندر طبعا جاب جون، لكن كان هيطلع بقى بكمان اربع نقط اللي هم كلين شيت، طلع فباظت الليله. ووكر طبعا الماتش كان حلو جدا و8 0 وزي الفل، راح الاستاذ جوارديولا مطلعه لنا حتى بعد الدقيقه قبل الدقيقه 60 او 64، فبالتالي ما خدش غير نقطه واحده. روز في توتنهام خسروا طبعا 2-1، دينيا في ايفرتون خسروا، ودي كانت مفاجاه غريبه جدا. هيدن يمكن التعادل الوحيد فعمل 3 نقاط. تشيلسون خسر فاخد نقطتين، ماونت ما شافش برضه نقطتين، ما كانش شايف الماتش ده. وميانج لحقني الحمد لله. وعلى فكره انا كنت حاطط في الماتش ده في كنت حاطط في الاسبوع ده يعني. كنت حاطط ستيرلينج كابتن، كنت طبعا عديت ايه ده ما لعبش خالص ما لعبش، انا كويس اللي لحقت ان عملت فايس او اوباميانج فجاب جول في الاخر. ويلسون على طول، على فكره انت عارف ان اكتر لعيب عجب لي نقط ويلسون ده، كل الماتشات بيجيب جوان. واوباميانج لا اما واوباميانج طبعا، بس ويلسون بيلعب في بورنموث يعني كل الماتشات لما بيجيب جون لما بيعمل جون. ربنا نمسك الخشب بس. واولر جاب نقطتين. انا هغير طبعا الماتش الجاي، انا عندي تغييرين فهغير الاسبوع الجاي ان شاء الله. ماتشات الاسبوع الجاي ميدو صعبه شويه. فين بقى هتعمل نفس الفرقه ولا هتغير حد؟ لا هغير، هغير لسه هنظبط الفرقه وهغير. هتبقى طب انا عايز اكسب برضه ميدو. انا وانا بفرج على ماتش مانشستر سيتي بيلعب واتفورد، واتفورد الاسبوع اللي قبله مع ارسنال تعادل 2-2، الشوط الاول مش شايف، الشوط الثاني كان ممكن يكسب الارسنال. في 14 اول 14 دقيقه في الشوط في الشوط الاول 4-0 مع مانشستر سيتي، ازاي 4-0 14 دقيقه؟ معقوله؟ خلي بالك مدرب جديد كيكي فلوريس. انا استغربت ان هم مشوا المدرب، يعني السنه اللي فاتت واحد من افضل مواسمهم ووصلوا فاينل فاينل لا وكمان يعني بيعملوا موسم كويس. بس تعرف الاونرز بوتس هو رئيس النادي، رئيس نادي اودينيزي هو رئيس نادي هم الاونرز انت عارف يعني دايما عندهم افكار مختلفه. وهو يعني رجع مكانه مره ثانيه ورجع بيته مره ثانيه. انت عارف هو كان قبل كده كان موجود في واتفورد، مش غريب على المكان، ولكن هياخد وقت، مش سهل، مش سهل ان انت تبني على كتير قوي 8-0 عادي، بس ماتش يعني صدقني ماتش هيعدي يعني. الراجل سلم نفسه خلاص بعد الجون. شفت انت عارف ان احنا مره كسبنا مانشستر سيتي 8-1 وانا بلعب في ميدلزبرا بس ايام كانوا مانشستر سيتي ساعتها مانشستر سيتي 8 8-1 فين عندكم في بورو؟ كنتش بلعب على وايت هارت لين؟ لا في بورو ميدلزبرا. ميدلزبرا كمان مش في توتنهام؟ 8 لا يا اخي والله العظيم. جبت كام واحد؟ لا ما كنتش بلعب، كنت مصاب. كان اخر ماتش في الدوري، كان ده الماتش اللي مشي بعديه سفين جوران اريكس، مشي بعديها كسبناهم 8. كانوا وحشين جدا. بس ده زمان بقى، ايام بقى اللعيبه القديمه بتاعتهم، بنتكلم 2007 كان نيس كان عندهم سيرت باك بيجيب بنتات على طول زمان في نفسه. دن ايوه دن، كان ضرب وعلى طول بنتيات. ايوه دن كان عندهم راس حربه اسمه سامارس، سامارس اليوناني كان لعيب كويس على فكره قوي. وكان عندهم لعيب من ايرلندا لا اقرا ده شويه كان اسمه ايه، كان لعيب كويس قوي، هو اسمه ايرلند ستيف ايرلند. وكان عندهم جوي بارتن وداف كان كويس، خدوا لعيبه كتير. جوي بارتن عارف مين كان كويس قوي؟ بس ده جالهم لما جات لهم فلوس، بس كان في الاول خالص. اسمه ايه اللي من روبينيا؟ لا 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 قبل روبينيا، السريع قوي ده. لا مش جون فيليبس الابيض، من ويلز تايبين او من ايرلندا تقريبا، اللي كان سريع جدا بيلعب، لعب في نيوكاسل ولعب في ليفربول. داف؟ لا مش داف، كان راس حربه كده مش فاكر اسمه. مش فاكر. كان برضه في فرقه، كانت اول ما ابتدوا يعملوا فرقه كان عندهم شويه لعيبه كويسين قبل ما يجي مانشيني كده. انا مضيت في الفرقه دي انت عارف؟ مضيت وخلاص، كنت خلاص رايح وخلاص وعملت ميديكال وكل حاجه، وبعد كده نزلت ماتش ارسنال توتنهام قالوا لمانشستر سيتي، كان المدرب ستيوارت بيرس. توتنهام قالوا لمانشستر سيتي ايه؟ بس خلوا ميدو يلعب معانا الماتش بتاع قبل نهائي كاس انجلترا قدام ارسنال، علشان بيرباتوف مصاب، خلوه يلعب معانا وبعد الماتش هيروح اخر يوم في الترانسفير. المهم لعبت الماتش بتاع ارسنال ده، جبت جون وكنت مان اوف ذا ماتش. بعد الماتش مارتينيول بقول له باي باي انا ماشي، وبتاع لي ماشي فين؟ مش تمشي، مش تروح حته. بس ساعتها مانشستر سيتي ما كانش زي دلوقتي خالص، ما كانش زي دلوقتي يعني. كان بعيد يعني، كان بيطلع العاشر وال 12 في الدوري وما كانش. وبعد كده يعني مارتينيول قلت له يعني انا هتلاعبني اساسي، انت عمال تلعب بيرباتوف هتلاعبني اساسي؟ فقال لي هلاعبك اساسي لو طالما بتلعب بالليفل اللي انت لعبت بيه النهارده ده، ما فيش حد يقدر يلعب عليك في انجلترا. لعبت اول ماتشين قدام فولهام وايفرتون وتعورت بعد كده، فضلت متعور مثلا بتاع 5-6 ماتشات لغايه طيب لما رجعت بقى. لما رجعت كان بيرباتوف خلاص اشتغل، اعتزل السنه دي على فكره. لسه معتزل. طيب خلينا نطلع لفاصل
نرجع على فاصل ونرجع نكمل كلامنا، نتكلم طبعا على ذا بيست واحسن لعيب واللي حصل في ذا بيست، وميدو يقول لنا طبعا الاجواء هناك كانت عامله ازاي، في موقف حصل قدام ميدو لازم يتقال للناس الاساسيه. لا لا مش هنقول، لا لا مش تقول اساسيه، لا لا ليه، لا لا مهمه جدا. لا طيب المؤسسين وقف ميدو يعني. طيب خلينا نطلع فاصل ونرجع تاني. طيب يعني يمكن ان ميدو كان في ذا بيست، اكيد هنتكلم عن ذا بيست طبعا، كلامنا على البريمير ليج، على الماتشات وعلى وعلى الفانتسي ومين هيلعب ازاي، والاسبوع الجاي انت هتلعب نفس الفرقه مش هتغير. لا مش هتغير، تغيير هتعمل سيفنج للتغيير ده للاسبوع اللي بعديه. مش هتشوف على فكره الاسبوع ده ان شاء الله، انا عملت عندي كان تغيير فانا هعمل التغيير وهفاجئك بشكل مختلف ان شاء الله. ان شاء الله. طيب خلينا نروح لذا بيست يا ميدو. يمكن احنا كمان على البريمير ليج والفانتسي، في 5 لعيبه من البريمير ليج في احسن 10 لعيبه، قوه كبيره جدا للبريمير ليج دلوقتي طبعا، قيمه تسويقيه كبيره جدا، وطبيعي ان انت عندك فرقتين وصلوا الفاينل بتاع الشامبيونز ليج، فطبيعي ان يبقى في عدد كبير من البريمير ليج، هو اقوى دوري في العالم يعني. بس دايما بتشوف لازم تلاقي حاجات من ريال مدريد يعني. انا بصراحه مش مقتنع ان مارسيلو يبقى موجود في التشكيل يعني، صعب يعني. مين من دول ما اقنعكش غير مارسيلو؟ مارسيلو يعني، انا بالنسبه لي مارسيلو اكتر واحد. كلهم التانيين أليسون يستحق طبعا، شايف ان ديونج يستحق من احسن 10 يعني. لعيب كويس طبعا وطالع بشكل جامد جدا، لكن يعني يستحق ان هو يبقى احسن 10؟ ولا هو بيبقى ساعات لما يبقى فيه كده فرقه كويسه وماشيه كويس لازم ياخدوا منها حد يعني؟ بس كان جامد قوي في الشامبيونز ليج، كان جامد قوي يعني، يعني عمل طفره كبيره جدا في في في, في وسط الملعب في اياكس، لعيب كبير يعني. فان دايك طبعا لازم يبقى موجود، أليسون احسن جول كيبر، ميسي طبعا يعني، مبابي طبعا طبعا. رونالدو ما راحش على فكره. لا رونالدو طالما مش هيكسب مش هيروح. هو بيعرفه قبليها يعني، بيعرفه طبعا. السنه اللي فاتت ما راحش. طب فين فان دايك راح؟ فان دايك راح لان 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 يعني بالنسبه له التواجد يعني. في يعني بالنسبه لفان دايك التواجد في وسط ميسي ورونالدو ده يعتبر شرف كبير يعني، رغم ان انا شايف ان هو كان المفروض يكسب. فان دايك يمكن خد كذا جايزه، لكن دي ذا بيست، عشان يمكن الجوائز اللي خدها معظمها بتعتمد على النقاد اكتر والصحفيين اكتر. الصحفيين بيبقوا بيتابعوا اكتر يا ميدو يعني، اللعيبه يمكن هنا ذا بيست دي بيبقى اللعيبه والمدربين هم اللي بيكتبوا، بيبقى ليهم الافضليه عن الصحفي شويه في الصوت بتاع اللعيبه اعلى شويه دايما. هو فان دايك كسب الصحفيين. ما انا هقول لسه بقول عشان برضه الناس تفهم معانا يعني، في ده اللي احنا ذا بيست ده بيبقى دايما المدرب واللعيب، واللعيب بتاع المدرب يعني كابتن الفرقه، هما بيبقى نقطهم اكتر شويه، وبعدين بعد كده الصحفي. في العالم في جوائز ثانيه، والتصويت الجماهيري طبعا، في جوائز ثانيه الصوت الصحفي هو اللي بيحدد، عشان كده فان دايك السنه دي على مستوى الجوائز كتير اللي عليها تصويت اكتر للصحفيين او عدد مهم للصحفيين، فان دايك بيكسب. اللعيبه ما بتبقاش مركزه، او اللعيبه بتبقى مثلا المدربين واللعيبه مش متابعين قوي زي الصحفيين يعني، هتلاقي هنا في ده عدد الصحفيين ادى فان دايك اكتر بكتير من ميسي، لكن ميسي هو اللي كسب عشان الويت او الوزن بتاع صوت المدربين واللعيبه. لا قصدي ليه الصحفيين مثلا بيشوفوا حاجه، مع ان اللعيبه دي هي اللي بتشوف وبتلعب ضد اللعيب وتبقى عارفه بينه وبينه هو ده فعلا يستاهل ولا لا؟ ما اعرفش، بس انا عن نفسي شايف ان يعني اللعيبه والمدربين رايحين لميسي اكتر من فان دايك، الصحفيين هم اللي راحوا لفان دايك اكتر وعصباته اكتر. بص احنا لازم نفهم الناس الاول القصه بتمشي ازاي. في شركه الفيفا مالوش دعوه، الفيفا متعاقد مع شركه سويسريه اسمها برايس ووتر هاوس. برايس ووتر الشركه دي هي الشركه المسؤوله عن تجميع الاصوات وحساباتها وكل الكلام ده. واجي لك على المشكله بتاعت الاتحاد المصري. الشركه دي الاتحاد المصري بعت الجواب اللي معمول بدون توقيع المدير التنفيذي للاتحاد الكره وقتها الاستاذ ثروت سويلم. فالكلام ده كان مبعوث قبل يوم 15 اغسطس. كان هو اللي ساعتها ماسك، كان هو اللي ساعتها موجود، هو اللي ماسك. فهم شكوا في حاجه، لقوا ان الحروف كلها مكتوبه كابيتال. فانت عارف الاسماء المفروض ان بيبقى اول حرف كابيتال والباقي بيبقى مكتوب سمول، فلقوا كل الحروف مكتوبه كابيتال. ده طبعا بس يعني بس سهل ان هو يرجع للاتحاد يقول له الكلام ده صح. انا اقول لك، انا عارف القصه بالظبط ايه اللي حصل. فالكل لقوا كله مكتوب كابيتال، فمستغربوا يعني، شكوا ان هو في حاجه غلط، فرجعوا والمدير التنفيذي مش ماضي، فرجعوا لاتحاد الكوره
قالوا لهم بنديكم لغايه يوم 19 اغسطس قدامكم 4 ايام ان انتوا تبعتوا لنا الجواب تاني بشكل صحيح. اتحاد الكره استقبل الجواب وللاسف ما ارسلش الجواب معدل مره اخرى الا يوم 21 اغسطس. فلذلك لم يتم الاتخاذ بالاصوات بتاعت الاتحاد المصري. وده عيب يا حازم. يعني احنا النهارده انت بتتعامل مع الفيفا، بتتعامل مع الاتحاد الدولي. او يعني ايه تبع اول حاجه؟ يعني معلش مع احترامي للناس اللي بتكتب الكلام ده، يعني ايه تبعت الاسماء الحاجات بتاعك كلها كابيتال؟ يعني انت لو عيل صغير ده عندك ماشي، بس يعني عندك عيل صغير يعني هو مش فاهم فبكاتب كله كابيتال عشان ماشي يبقى خطه باين للناس. ما في ناس الانجليزي بتاعها في الهاند رايتنج مش حلو فبكاتب لك كابيتال عشان كله تبقى ظاهر. يعني معلش ماشي اسف يعني ما تعليم يعني ممكن يبقى تعليم مش انجليزي يعني ماشي. اي حاجه انت اي اسم بتكتبه بتكتب الحرف الاولاني اللتر الاولاني كابيتال. ده ليك انت عارف بتتعلم حتى في المدرسه في اي ثانيه ابتدائي يعني وانت بتكتب اسمك في ورقه الامتحان. هو لو عارف زي ما انت بتقول كده كان عملها لكن هو مش عارف. طب ويرضي ربنا يا جماعه ان المسؤول عن مخاطبه الفيفا واحد جاهل او المسؤول عن مخاطبه ما بيعرفش حتى يكتب. حاجه عيب يعني. احنا هو المفروض على فكره اللي يمضي هو المدرب يعني هو اللي بيمضي. لا ما بتكلمش على الامضى. هو اللي بيمضي. لا هو انت بتقول ده الكابيتال ده ده على اسم المدرب. لا ايوه على امضه مدرب. مش امضه مدرب ولا اسمه هم بيكتبوا محمد صلاح. لا لا على امضى. طيب ازاي هو ماضي بكابيتال ازاي يعني؟ انا مالي. طيب انا بقول لك اللي طيب حصل يعني. يعني لا اللي انا عرفته كمان ان هم كاتبين اسم محمد صلاح نفسه والترتيب. صلاح صلاح بيبقى ورقه وانت بتعلم قدام وبتكتب انت اسمك تحت. بتكتب اسمك وتمضي. يعني انت احنا النهارده في غلط طبعا. عندنا أكيد. عندنا ناس في البلد مثقفين وعندنا ناس ولو مش عارف في 50 واحد يعرف في الاتحاد يقول له اعمل لي الجواب. يا حاجه تزعل يعني حاجه تزعل. ده بالنسبه لي الحاجه الاولانيه ان احنا ابطلنا صوت بعيدا عن فوز محمد صلاح او لا، بس ما ينفعش يبقى ده شكل الاتحاد المصري قدام العالم. صح. نمره 2 الصحفي انت عارف ان السنه اللي قبليها في يعني كاس العالم اللي قبليه اللي بعد كاس العالم والازمه اللي كانت ما بين الاتحاد ومحمد صلاح انت عارفها طبعا كان كبيره. وجاب الجواب ده برضه بس اتكتب له واتعمل وهو خد الحمد لله من ثلاثه يعني. ده طبيعي يعني انت مهما كان خلافك مهما كان خلافك مش ممكن هتخلي ان انت كم مره في حياتنا يطلع واحد زيه يطلع واحد يلعب يبقى في التوب 3 او في الشورت ليست بتاع احسن لعيب في العالم. صح. نيجي موضوع بقى الصحفي هاني دانيال. هاني دانيال صح؟ انا ما اعرفوش ولا انا يعني وعمري سمعت عنه. انا احترامي طبعا ليه بس انا ما اعرفوش خالص. هو مقيم في المانيا سمعت. انا عرفت ان هو مش صحفي رياضي يعني برضو انا عايز اعرف ايه سر اختياره. طب هو بيقول لك انا ده قناعاتي. هل انت شايف القناعات في الوقت ده هو قناعات ولا ان هو ده لا هو مصري واول مره ودي حاجه كويسه ولازم يعني في ناس رايحه ان ده الطبيعي. انت رايك ايه؟ ان هو يدي لصلاح. انت رايك انا بقول لك لو ده عايش في مصر كان هيدي صلاح اكيد. هو في المانيا مش في الاجواء. لا بالعكس الناس اللي بتبقى عايشه بره مش بس انا ما عنديش تفسير اصلا الصراحه لازم يدي صلاح بغض النظر يعني انت حتى لو هتجامله ادي له واحد واكتب قراراتك الاثنين في الثاني والثالث ماشي يعني دي وجهه نظري يعني. يعني انا في مره كذا مره مثلا كان بيجي لي الورقه دي بكتب ناس اللي انا يعني شايفهم مثلا كان بس تيجي على مستوى الاتحاد الافريقي يعني بكتب اللي مثلا في الزمالك ولا في الاهلي بيلعبوا في البطوله فاهم بكتبه في الاول وبعدين بعد كده الناس الثانيه يعني. في من الناس النومينيز او من الناس المرشحين في كام واحد كم صحفي ادى لحد تاني غير ابن بلده؟ مفيش ما متهيألي مفيش مصر بس يعني انا شفت كاتبين اللي في ارجنتين ميسي والبرتغال مهما كان حتى لو انت حتى بص حتى لو كانت قناعاتك مع ايوه طب سؤال بس برضه مهم عايز احكي لك قصه بس انا عايز طيب. انا عايز احكي لك اصل انا ليه مش معنى هم اختاروا الاستاذ هاني ما اختاروش حد تاني يعني مين لا دي ما اعرفهاش الفيفا هو اللي اختاره دي ما اعرفهاش هنسال ونحاول نقول الاسبوع الجاي لان هو الفيفا هو اللي اختار الاستاذ هاني ماشي طبعا مع الاحترام ليه اوكي ماشي دي قناعاتك وفي صحفيين كتير بيدافعوا عن الفكره قناعاتك بس ده انت في موقف طبيعي ان انت تدي الصوت لابن بلدك ومش معنى كده ان انت خصوصا ان ده بيوصل ما فيش حد وصل كتير في الحته دي بالذات يعني مش متعود على الموضوع بالظبط ومش يعني اوكي ماشي انت محترف ده دي حاجه حتى لو انت قناعاتك انت اديت لمانيه يعني واحد ادي صلاح طبيعي ان انت تقف معاه واداله التالت عايز احكي لك على قصه وكان الايام بتعيد نفسها والقصه دي قصه حقيقيه ترو ستوري حصلت لي يعني. وانا دايما بستغرب من الحاجات دي ان هي ما بتحصلش الا معانا بس يعني. مره حازم وانا بلعب في توتنهام كان انت عارف هما بيدوا زي لاجازيت ديلو سبورت وكده ارقام في الماتش بيدوا ارقام اللي هي بعد الماتش يعني. فانا كنت كويس جدا الاهرام بيعملها على طول زمان هنا في مصر كان ديوين مستكاوي زمان طبعا فكان احدى الصحف الكبيره جدا في بريطانيا كنت مستغرب جدا
اجي تاني يوم بعد الماتش مثلا جايب جونين قليل مديني 3-4 وبيكتبوا عني كلام وحش مثلا في جورنال ايه ده؟ في نعم؟ جورنال ايه كان؟ كان الديلي ميل. الديلي ميل كبير يعني؟ جورنال كبير جدا. وكان ويكتبوا مثلا كانوا بيكتبوا بقى السبب ان هو بتاع. فمثلا ابقى انا مثلا عامل مثلا كيلو اكتر واحد جري في الماتش مثلا الاقي مثلا ايه مكتوب ما جريش كتير ان هو هي ديدنت ميك انف ايفورتس و ايفن ذات هي سكورد لا كلام غريب ايفن ذات هي سكورد هي وي ديدنت سي هيم ماتش ان ذا سكند هاف كلام كده ايه اللي هو بتاع. فالمهم الصحافه المحاميه بتاعت اسماعيل زالن من ميتش اسكندريه اقوى لو فيرم في انجلترا فكلمتها قلت لها يعني وانا صغير كنت في يعني حاجه في حاجه مش لا وانا صغير كنت بتشغل بالحاجات دي يعني طبيعي يعني فكلمتها قلت لها ليز يعني ما تكلمي الناس بتاع الديلي ميل دول على طول بيكتبوا عني وحش وانا جايب 10 تجوان في الدوري يعني ده كان الدور الاولاني يعني فقلت لها يعني يعني ما اعرفش كانت ايه فقلت لها يعني شوفي ايه القصه لقيت الصحفي المسؤول عن توتنهام مصري لا يا اخي والله مصري في ديلي ميل في الديلي ميل مصري انجليزي من يعني. مصري انجليزي يعني من أصل بس اصله مصري يعني ابوه مصري وامه انجليزيه لا والله واستغربت جدا يعني استغربت من اول ما عرفت القصه دي خلاص مع عمري ما بقيت ان انا يعني اركز يعني بس ليه يعني طبعا في ناس عندنا كتير كويسه بس ليه بس الكلام ده ما بيحصلش معانا ليه انا مش انا يعني ليه لا بس انت لو 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 مثلا الموضوع ده جه ل 500 صحفي هتلاقيهم 499 هيقولوا صراحه ده انا بقوله يعني يعني مش هي غريبه ان ما اداش صراحه فدي الغريب ان هو وبعدين هو برضو الاستاذ هاني مع احترامي انا ما اعرفوش ما حدش عارفه خالص في الوسط الرياضي فهي دي الغريبه شويه لان ما فيش حد حتى الرياضيين نفسهم ولا ما اعرفش احنا عندنا عقد الصحفيين ما يعرفوش احنا يعني. عندنا عقد كده يعني بصراحه مش موجوده الا عندنا اي واحد تاني في العالم حتى لو هو مقتنع ان ابن بلده مش احسن واحد هيدي لابن بلده طبيعي يعني ميدو نورتنا ميدو ان شاء الله يعني تفايق النهارده وبتاع بس ايه انا سايب لك كده شويه عشان تفوق عشان انت كنت وعمال اسلفك تيشرتات يوم مروه ازاي ده مقاس ميديم انت بتلبس دبل اكس لا ما ينفعش لا لارج ما انت بتلبس لا ده ظبطتها شويه حضر مفروض حبيبي من دلوقتي بكره ان شاء الله وحلقه جديده مش بكره يعني الاسبوع الجاي بقى ان شاء الله بس هدوس عليك ما تقلقش ان شاء الله ان شاء الله حلقتنا خلصت الحلقه الجايه ان شاء الله ويكون معانا سيف زاهر واسبوع جديد استنونا في ستارز اوف فانتسي Stars of Fantasy.